معانا كابتن انور سيف بطل ابطال العالم والراجل المحترف الجميل بتاعنا، ومعانا كابتن رامي معانا في الصوره جاي يعني يشجعه ويقف معاه في ظهر الستيج. فهنقول رامي تحب تقول ايه؟ احب اقول ان شاء الله يا رب بالتوفيق، وان شاء الله احنا كلنا امل، مش احنا بنلعبش على ماتش واحد، ان ربنا اراد لنا التوفيق النهارده يبقى ان شاء الله ده كرم من ربنا، ما اراد لناش احنا بنحارب كل ماتش عشان نبقى كويسين، واهم حاجه ان احنا لسه بنتنفس على الاستاد، وده مهم تلعب اي كمال الاجسام، وطموح لاعب اي كمال الاجسام انه يفضل على الاستاد بيتنافس وينافس كل لاعب كمال اجسام تاني. ابو بس كده حبيبي يا عم رامي، والله بس كده حبيبي يا عم رامي، كفايه ده كفايه كده. الحمد لله ان انت اتكلمت يعني. طيب برو كابتن انور حبيبي هاني، انت نجم الليله النهارده حبيبي، ربنا يخليك يا عماني. انتوا اللي منورين النهارده والله، وانا لو كنت نجم انا نجم بيكم. لا انت نجم لوحدك، احنا نتشرف ان احنا بنتكلم معاك اصلا يعني. كابتن يعني ربنا يعزك يا حبيبي، ده شرف ليا طبعا، وشرف لاي حد ان هو يعني يكون معاك ويسجل معاك، وانا بشكركم على دعمكم المتواصل ليا، سواء كان في الماتش اللي فات في فنلندا او في ماتش ايطاليا او في الماتشات، انا عارف انتوا في اي مكان هتبقوا ورايا، مش هتسيبوني وتبقى ظهر ليا سند ليا، وطبعا انا بشكركم لان انتوا الوحيد الوحيدين اللي في مصر بتعملوا كده، وده فخر لينا كلنا لاي مصري، وفخر لاي لاعب عربي او مصري ان يكون معاه جيم ايجيبت. طب كابتن انور ممكن اسالك سؤال معلش؟ اتفضل يا حبيبي. هل بعد الحلقه اللي احنا عملناها وكان فعلا انت كنت فاتح النار على المسؤولين، هل في حد اهتم يكلمك يقول لك طب احنا هنعمل كذا، طب احنا مش هنعمل كذا، اي حاجه؟ والله اللي فكر يتكلم انا حاسس انه انسحب يعني، حاسس انه هو اتسرع يعني، حسيت منه ان هو اتسرع ان هو اتدخل. يا عم انا ما جبت سيره الاتحاد المصري، الاتحاد المصري عينه وراسي وعمل اللي يقدر عليه، وراسل الوزاره الشباب والرياضه وقال لك هيعملوا لك مقابله ومش مقابله، طبعا انا ما شفتش الكلام ده كله ولا حد عمل لي مقابله، اديني ورقه كده في الاتحاد قال لك دي هتروح الخطاب للوزاره، ولا وزير كلمني ولا سكرتاريه وكلمتني ولا حد كلمني، ولا انا عايز حد يكلمني، لا عايز سيسي يكلمني ولا عايز رئيس وزراء ولا عايز رئيس اتحاد ولا عايز حد، انا مكمل عشان خاطر بلدي وعشان خاطر محبيني، ومتشكرين قوي للحكومه والناس اللي الحكام اللي في البلد والمسؤولين اللي في البلد، مش عايزكم ومش عايز حاجه منكم، انا كفايه عليا دول وكفايه عليا الناس اللي بيحبوني، لا انا عايزك في حاجه ولا انا عايزك في حاجه ولا انا عايزك في حاجه، كلكم كده مش محتاج منكم حاجه بفضل الله، طول ما انا معايا ربنا ومعايا اخواتي اللي بيحبوني. ربنا يخليك يا كوتش، بجد كلام من نار زي ما احنا متعودين منك، انت طول عمرك يعني كلامك نار نار نار. لا ما يشغلنيش ولا يهموني، عشان انا بعمل لبلدي مصر اللي انتم مش عارفين قيمتها، انا عارف قيمتها، والناس المحبين اللي مستنيين اي فرصه ان هم يفرحوا انا عارف قيمتهم وعارف دعمهم ليا، وعارف ان هم بيحبوني قد ايه، وبطلب منهم ان هم يستمروا في دعمهم ليا وان هم يكونوا سند ليا في كل مكان، وان شاء الله هنحقق اللي احنا نفسنا نحققه ونتمناه، واقدر افرحكم ولو مش النهارده، وكفايه ان احنا بنتنفس زي ما قال كابتن رامي، احنا عايشين عشان بنلعب من حاجه بنحبها وعشان نبسط الناس اللي بيحبونا، فان شاء الله بدعمكم ليا وسندتكم ليا في كل ماتش وفي كل مكان انا هقدر اعمل ان شاء الله المستحيل بامر الله، واحنا مكملين بفضل الله طول ما فينا نفس. بجد بجد ان شاء الله، وكلامك طول عمره بيوصل للناس وكلام جامد وكلام شديد، وربنا يكرمك، وباذن الله هو طالع على المسرح دلوقتي تاني للطلعه الثانيه، وباذن واحد احد ربنا يكرمه ويحقق مركز جامد، وباذن الله احنا متوقعين له المره دي هيبقى توب 5. رامي بيعمل حاجه طب معلش بعد اذنك يا هاني، حتى لو ما عملتش التوب 5 او ما عملتش الاول، انا ما يهمنيش اعمل الاول او اخير، اولا انا بعمل حاجه بحبها، انا مبسوط من نفسي ان انا قدرت اكمل لحد ما وصلت لحد هنا، رغم ان هم عارفين انا بتعذب قد ايه وبعاني قد ايه في كل حاجه عشان اخلص فيزا او عشان صرف او عشان تمرين او عشان اروح ساعتين من انا ساكن في المهندسين، عشان اروح من المهندسين لمدينه النصر عشان اتمرن، اروح في ساعتين واجي في ساعتين، انا بعوم ضد التيار، عشان تبقى محتاج علبه بروتين معينه تكون صلاحيتها بس 80% مش 100%. طبعا موضوع التجار ده هنعمل حلقه ليهم مخصوص، لان في تجار كده احنا لازم نحط عليهم كام خط كده، واستنوني اللقاء اللي جاي في الكام خط دول، عشان الكام خط دول مهمين جدا مهمين جدا. بس اللقاء ده لازم يبقى لوحدك، احنا نخرج رامي من الموضوع ده يعني، احنا رامي جاي بشركه جاتو جاي، احنا مستنيين احنا نخرج رامي من الموضوع ده، رامي انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، الكلام ده انور سيف بس. لا انا يعني شوف، انا عايز الكابتن انور زي ما زي هنا قال لك انور يعني، واضح ان الدايت مأثر علينا كلنا، لكن انا بقول هو طبعا معذور في اللي بيقوله، لان احنا كلنا منتظرين ان حد يقف جنبنا، يا ناس ما فيش حد مستني، ممكن ظروفنا هي اللي بتضغط علينا في ده، لكن انا مش عايز اعذر حد لانه ما يقفش جنب بطل،
لانه هو لسه يعني احنا معلش انور لسه برضو في البلد لسه قاعد بيصارع الصعب. احنا كنا التجار شاطرين بس ان هو ينزل منتج وعايز كل الناس تشتري منتجه وما يساعدش البطل في اي حاجه. ليه انت عندك ابطال عالم كتير عندك ابطال؟ هو يا عم ما تساعدنيش انا مش عايز منك حاجه، هو هجيب شغل وهجيب انضف شغل للاعبين وهنزله باحسن اسعار للاعبين عشان الناس تستفيد، وانا بفيد الناس مش بس باللي انا بجيبه، انا بفيد الناس كمان بمعلومات. اللي بيجي لي اسالوا انتوا الناس، اسالوا الناس واسالوا نفسكم، حد عندكم في عنده معلومه يفيد بيها اللاعب؟ بفضل ان احنا عندنا معلومه يفيد بيها اللاعب، والمعلومه ما اهم من الاكل واهم من جرعه البروتين واهم من جرعه السبلمنت. احنا مش بس بنبيع منتجات عشان نكسب، احنا بنكسب مش ما بنكسبش، بس برضو زائد ده احنا بنقف جنب اللاعبين وبنفيدهم. اي لاعب بيسال اي سؤال احنا بنكون تحت امره الصبح والظهر وبالليل في اي وقت. شكرا يا كابتن لدعمك للشباب اللي طالع، وشكرا لكلامك الجامد، وبجد احنا فخورين ان احنا جايين بنصور معاك. كابتن انور فخر مصر كلها زي كابتن رامي بالظبط، اوعى تضرب. فعلى فكره انا اسف على الوضع اللي انا فيه دلوقتي، بس هو المكان ضيق جدا ودي المساحه بتاعتنا، فانا معلش انا اسف اعذروني، وما كانش في كراسي تانية او حاجه، فانا قلت كده كده لازم نصور، يعني هنصور لازم نغطي عم انور، لازم اسف كابتن انور، انا بقول عم انور بس كابتن انور لازم نغطيه ولازم نصور معاه ولازم نعمل له اللي هو محتاجه ولازم ندعمه جميعا. انتوا شايفين جيم ايجيبت بيدعمه، مش انا جيم ايجيبت بس، ده بيج رامي كمان بيدعمه، يعني دي حاجه بجد انا كل مصر ورا حاجه بنفتخر بيها، حاجه حلوه. شوفونا باذن الله على خير في بطوله تانية لكابتن انور. احنا مكملين بفضل الله زي ما قلت لكم بدعمكم ومساندتكم. بشكر كلكم امين على جيم ايجيبت، شكر خاص طبعا لاخويا وحبيبي هاني اللي سايب اولاده وسايب بيته وسايب عيلته وسايب اهله وناسه وجاي وراي من بلد لبلد. على فكره ما حدش مديله جنيه وما حدش مديله مليم ولا جيم ايجيبت ولا غير جيم ايجيبت، هو بيحب الموقع وبيعمل ده بحب. شكرا يا كابتن، والف الف شكر ليكم وتحياتنا. سلام.